بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى وأرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة ضمن فعاليات السباق المحلي الثالث. نتواصل بانطلاقة الشوط الثاني عشر لبداية الجذاع القعدان، ينطلق من مسافة 5 كيلومترات. الرحلة التي تحمل بطياتها هذه الشعارات والأسماء الكبيرة والنوعيات الفريدة التي تنطلق وتبحث عن الناموس وعن الانتصار، ونقطة ثمينة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى ومن يتواجد مع المقدمة ومع صدارة الشوط. مسيعيد يتقدم في هذه الانطلاقة ويقدم ناصر بن صباح بن سيف الماجد النعيمي على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتابع القادم. مشاهدينا الكرام، يتواجد مستحيل بالشعار فاران بن محمد بن قريع المري على المركز الثاني، يتواجد في مساري واندفاعة هذا الشوط. بينما المركز الثالث الذي يتسلل بدور الى المركز الثاني يتواجد بهذه الانطلاقة وهذا التحدي، مسيان حمود. صاحب المركز الاول مشاهدي الكرام وهو قانون البراك بن راشد بن مبارك كاربو سعيد الخيارين، هو من يحتل المركز الاول في هذه اللحظات وفي هذه التحديات الكبيرة. نتابع المركز الثاني ايضا، شعار فاران بن محمد بن قريع المري يقدم لنا مستحيل في هذه الانطلاقة، بينما المركز الثالث يتقدم بهذه الانطلاقة مسيان حمود بن سلطان بسويدان المالكي، يتواجد في اندفاعة هذا الشوط ويحتل المرتبة الثالثة. المركز الرابع مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، يتابع الاسماء التي تنضم الى دائرة النداء ويتقدم في هذه الانطلاقة الوسمي بقيادة زايد بن غانم بن زايد الخيارين، يتواجد مشاركا في اندفاعة هذا الشوط على المركز الرابع. المركز الخامس اتابع هنا الواصل مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي، هو من يتقدم في هذا التحدي ويحتل المرتبة الخامسة في ندان الاول الذي اتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام. مشاهدينا مستمعينا الافاضل، كما تتابعون وتستمتعون في هذا التحدي الكبير والمنافسات المميزة بحضور هذه الاسماء والشعارات الكبيرة التي تأتي في هذا التحدي وتقدم ما لديها في سبيل البحث عن الانجاز وعن الناموس، بينما هذا التحدي. ونعود الى صدارة الشوط حيث يتواجد قانون باندفاعة هذا الشوط، هو من يحتل المرتبة الاولى منذ البداية، فهو قائدا لمسيرة هذا الشوط. البراك بن راشد بن مبارك آل بوسعيد الخيارين ينطلق مع القيادة والريادة. ما زال متربعا على عرش الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني اتابع القادم في هذه اللحظات، يتقدم شعار الدهن الحاضر في هذا التحدي باندفاعة الواصل الذي بدأ يصل الى مقدمة الشوط في هذا الاندفاع بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي. والمركز الثالث شعار بن نايفة بدأ يتقدم مع الحذر، ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع اتابع القادم وهو مسيعيد ناصر بن صباح بن سيف الماجد النعيمي، هو من يحتل المركز الرابع. المركز الخامس شعار بن فراج يتقدم مع متعب سعود بن علي بن مبارك الفراج على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدي الكرام، مستمعينا الافاضل، كما تتابعون بدأت الاسماء تنضم
إلى دائرة النداء والإذاعة وتقدم ما لديها في هذا التحدي والمنافسات المشرفة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. أرى أسماء بدأت تقترب في هذا التحدي، تقترب من دائرة المنافسة، تقترب من هذا الصراع والنزاع من أجل الناموس والانتصار. ولكن قانون وقانونه انتزاع الناموس دائما في هذه الرياضة العريقة. قانون على المركز الأول ما زال متربعا على عرش الصدارة، ولكن الواصل يصل إلى المقدمة ويحتل المركز الأول. بدأ يتسلل باحثا عن هذا الإنجاز، ممهدا نحو النجاح ونحو الناموس. وها هو الواصل بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي على المركز الأول، قانون على المركز الثاني بشعار البراك بن راشد بن مبارك، آل بوسعيد الخيارين المركز الثالث، شعار الفراج يتحرك في هذا التحدي باحثا عن المزيد والمزيد من الإنجازات بشعاره المميز سعود بن علي بن مبارك. الفراج مقدما لنا متعب على المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد بهذه اللحظات الحذرة ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجي، وأيضا القادم بأول نداء وصل شاهين غاسم بن غاسم بن يحيى اليافعي يتقدم في هذا التحدي، يحتل المركز الرابع. بن نايفة على المركز الخامس. خمسة أسماء مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل تتابعونها في موقع واحد، حاضرة ومتواجدة في هذا التحدي الكبير، في هذه المنافسة المميزة. الواصل وقانون ومتعب، وأيضا في هذا التحدي هنا شاهين في مسار ولا أروع، ولكن الواصل في القيادة والريادة بشعار الدهن يتقدم في هذا التحدي الكبير باحثا عن الإنجاز، باحثا عن الانتصار. الواصل لسيد محمد مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي ومتعب يتحرك في هذه اللحظات بشعار سعود بن علي بن مبارك الفراج. بن نايفة غادم والخيارين غادم، وأيضا في هذا التحدي غادم بن طفلة على المركز الخامس بأول نداء، ولكن بن فراج يتسلل مع متعب مع اللحظات الأخيرة. الواصل ومتعب بن فراج والدهن في معركة من أجل الناموس والانتصار، ولكن عاد الواصل لكي يواصل هذا التحدي الكبير. ولكن هداد وبدأ ينهد، هداد ومتعب والواصل الواصل بن طفلة والدهن، ولكن هداد ينهد مع اللحظات الأخيرة ويحقق هذا الناموس. تهانينا المبروك لشاجع بن حمد بن محمد بن طفلة المري على فوز هداد وتحقيقه للإنجاز. المركز الثاني وصل الواصل لمبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري. المركز الثالث متعب لسعود بن علي بن مبارك الفراج. المركز الرابع غانون البراك بن راشد بن مبارك أبو سعيد الخياري. المركز الخامس مداهم لمتعب بن عبد الله بن فيدان المري. هكذا هي المنافسة مشاهدين الكرام، كما تابعتم معنا فجأة هداد من فاجأ الجميع وانتزع الناموس بتوقيت زمني وغدره 7:53 14 جزء من الثانية. تهاني والناموس لشاجع بن حمد بن محمد بن طفلة المري على فوز هداد وتحقيقه للإنجاز. المركز الثاني الواصل 7:53 90 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري. والمركز الثالث متعب 7:54 8 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لسعود بن علي بن مبارك الفراج. تهانينا والناموس للجميع.